قالت شبكته اي اس بي ان ان ليونيل ميسي قرر البقاء مع برشلونه، من جهتها قالت صحيفه موندو ديبورتيفو ان ميسي سيصدر بيانا يعلن من خلاله البقاء مع النادي الكتالوني، واضافت ان محامي ميسي انتهوا من صياغه البيان الذي سينشره ميسي خلال ساعات، واكدت ان ميسي سيرد على بيان رابطه الدوري الاسباني التي وقفت الى جانب برشلونه، واكدت انه لا يمكن لميسي الرحيل دون دفع الشرط الجزائي وهو 700 مليون يورو. قالت صحيفة لاجازيتا ديل سبورت ان بقاء ميسي مع برشلونة يعني تعطيل انتقال لويس سوارز الى يوفنتوس واوضحت ان بقاء سواريز سيكون ضمن طلبات خورخي ميسي والد ميسي خلال تفاوضه مع ادارة برشلونة أصدر خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتينية ليون ميسي بيانا رد فيه على بيان رابطة الليغا وأصدرت رابطة الليغا بيانا قبل أيام أكدت من خلاله أنه لا يمكن لميسي الخروج من برشلونة دون دفع قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو وقال خورخي في البيان لا نعرف اي عقد قاموا بتحليله وما الاسس التي استنتجوا من خلالها انه يجب اللجوء للشرط الجزائي في حال قرر اللاعب الرحيل من جانب واحد بنهايه الموسم المنقضي واضاف هذا خطا واضح من جانبكم واشير بالبند رقم 6328 من العقد الموقع بين اللاعب والنادي لا يسري هذا الشرط الجزائي عندما يتخذ اللاعب قراره بالرحيل اعتبارا مع نهايه الموسم الرياضي المنقضي وتابع مع عدم الاخلال بالحقوق الاخري المضمنه في العقد والتي تم حذفها من الواضح ان الشرط الجزائي المنصوص عليه لا ينطبق علي الاطلاق وياتي بيان والد ميسي بعد تقارير اشارت الي ان ليونيل قرر البقاء مع برشلونه والتراجع عن فكره الرحيل في الصيف الحالي كشفت صحيفة سبورت المركز الذي سيلعب فيه البرازيلي فيليب كوتينو تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، وسيعود كوتينو لبرشلونة بعد موسم أمضاه معارا مع بايرن ميونخ وحقق فيه الثلاثية مع النادي الألماني، وقالت الصحيفة أن كوتينو سينضم لتدريبات برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي أبلغ مقربين منه أنه متحمس للنجاح مع برشلونة تحت قيادة كومان، وأوضحت أن الجهاز الفني المساعد لكومان حل خصائص كوتينو واستنتج ان اللاعب لن يكون فعالا كلاعب وسط ثالث بسبب ضعف قدراته الدفاعيه في الارتداد للخلف واضافت ان كومان ومساعديه استقروا على ان خطوره كوتينو تاتي من مباغته للمنافسين بتحركه بين الخطوط حيث سيميل يسارا لمعاونه كل من جريزمان او فاتي او ديمبلي او برايثويت قبل ان يتحرك لعمق الهجوم واشارت الى ان ميسي في حال بقائه مع برشلونه سيتولى مهمه تحريك هجمات الفريق من الجهه اليمنى وسيكون منسجما مع كوتينو في التحركات اتهمت شركة لوس موسوس جوزيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس ادارة برشلونة بالفساد وتحقيق مكاسب مالية شخصية من النادي حسب ما ذكرت صحيفة الموندو، وتتعلق المزاعم بالقضية التي اصبحت تعرف باسم فضيحة برشلونة وتشير إلى أن بارتوميو استفاد شخصيًا وماليًا من الصفقات التي تمت نيابة عن النادي، وظهرت قصة فضيحة برشلونة فيما يتعلق بالوثائق المبلغ عنها والتي قيل أنها تظهر الأعمال الداخلية والمعاملات المالية للنادي ما أثار ضجة في وسائل الاعلام الاسبانيه كشفت رابطه اللاعبين المحترفين عن المرشحين لجائزه لاعب العام في انجلترا وجاءت قائمه المرشحين للجائزه على النحو التالي تريند الكسندر ارنولد فيرجيل فان دايك جاردن هاندرسون ساديو ماني من ليفربول كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي ولم تشهد القائمه تواجد النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 19 هدفا في الموسم المنصرم في الدوري كما لم تشهد تواجد الهداف جيمي فاردي ولا وصيفه بيير امريك اوباميانغ كما كشفت رابطه اللاعبين المحترفين عن المرشحين لجائزه افضل لاعب شاب وجاءت القائمه كالتالي تامي ابراهام وماسون مونت من تشيلسي تريند الكسندر ارنولد من ليفربول ميسون جرينوود وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وبوكايو ساكا من ارسنال تحرك كاي هافرز لاعب وسط باير ليفركوزن خطوة جادة للغاية لإتمام انتقاله إلى تشيلسي، وكشفت صحيفة ميرور أن هافرز غادر معسكر المنتخب الألماني لتوقيع الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله للبلوز في صفقة إجمالية قيمتها 70 مليون جنيه استرليني بخلاف الحوافز المالية، وأضافت أن إدارة النادي اللندني ربما كانت وراء إبعاد كاي هافرز عن المشاركة في مباراة ألمانيا وإسبانيا لتجنب تعرضه للإصابة، وأشارت ميرور إلى أن في طريقه لوضع الأخيرة على الصفقة ولفتت لأن إدارة تشيلسي نشطت كثيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصفقات بارزة كحكيم زياش، تيمو فيرنر، بينت تشلويل إمبويامبا، مالانكسار، وتياغو سيلفا. يستعد باريس سان للدخول في منافسة قوية مع ريال مدريد للظفر بصفقة مستقبلية وأشارت صحيفة لو بارزيان إلى أن ناصر الخليفي وليوناردو أبديا إعجابهما الشديد بإدواردو كامافينغا لاعب وسط رين وأضافت أن كامافينغا ارتبط كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف قبل أن يبقى اللاعب مع ناديه الذي يستعد للمشاركة في دور الأبطال لأول مرة في تاريخه ولفتت لأن النادي الباريسي مستعد لمنافسة نظيره الملكي والدخول في مزاد للفوز بصفقة كامافينجا الصيف المقبل استبعد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ رومينيغي تكرار ناديه البافاري لانجاز ريال مدريد التاريخي في دوري ابطال اوروبا ونشرت شبكه سكاي سبورت تصريحات رومينيغي الذي قال لن اقوم بارتكاب خطا مطالبه لاعبي البايرن بتكرار الثلاثيه على الفور حتى الان لم يستطع اي فريق الحفاظ على لقب دوري الابطال سوى ريال مدريد يمكنكم رؤيه مدى صعوبه ذلك واشار رومينيغي الى الارهاق المنتظر الذي سيعاني منه اللاعبون في الموسم المقبل اكثر من اي وقت مضى ما يزيد من صعوبه مهمه البافاري في تكرار نجاحات هذا العام واضاف لدينا فريق رائع بمدرب وجهاز فني مميز بقياده فليك انا متاكد من قدرتنا على مواصله النجاح مع هذه المجموعه واثنى رومينيجي على اداء الفريق تحت قياده المدرب الالماني قائلا انهم يلعبون كره القدم بحب يحتفلون باخلاص هذا هو حمضهم النووي وهذا هو فريقنا لهذا يشعر الجميع داخل النادي بالسعاده عزيزي متابع قناه عرب جول ما توقعكم لمستقبل برشلونه في الموسم المقبل شاركنا برايكم